كلمتكم أني أستغل السوشيال ميديا من أجل قضية إنسانية، وهذه فرصة ذهبية أشكر الله عليها، وأستغلها كمان لأتكلم فيها عن قضايا تهمنا مثل ما أسوي الآن، وعبر برنامج آخر على MPC تحت عنوان معلومة جديدة. ولكن لما أتصفح أحياناً صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يلفتني شيء غريب جداً، هو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مليئة بأمور كثير سطحية، ومليئة بالسخرية والانتقادات والسلبية، كمان مليئة بصور أطباق الأكل والعباية الجديدة اللي اشتريتها وآخر صيحات المكياج والموضة. فكرت في نفسي، ليش ما نستغلها لنشر أشياء مهمة فعلاً في حياتنا؟ يمكن أنه نفكر مثلاً بأننا ننشر معلومات مفيدة بحمل قضية معينة، أو بنشر قصص الخير والمحبة.